دي طبعا objectives describe the development and congenital anomalies listing just listing. يعني الليكشر دي انا عديتها على المحاضرة دي عن الماضي لان كنت عامل كل congenital anomaly how it occurs and the impact of this anomaly. فاحنا في this lecture احنا مش عايزين كده, عايزين just listing, نفهم الانومالي. لكن في الاكزام just listening, listening اللي هي عندنا kidney, ureter, urinary bladder, urethra and prostate. Actually the prostate is away from the urinary system but it is listed in the objectives of the booklet. بس هي actually مش urinary, هي طبعا mainly genital system. Regarding ده في عندنا حاجة introduction لازم افكرينها. This is called what? The اسم embryonic disc and it's spear shape. It has cranial end and caudal end. تعرفين الامبريو is formed with how many layers? ثلاثة اللي هي ectoderm وendoderm and in between intra embryonic mesoderm. ليه؟ لأن في another type of mesoderm outside the tissue of the embryo اسمه extra embryonic. يبقى لما أقول لك التيشو تقول لي ectoderm, endoderm and intra embryonic mesoderm in between. اللي أنا شايفه دي طبعة الانترا embryonic mesoderm. لو جينا شفناها ده الميد لاين الاكسس اوف ذا امبريو. الميزوديرم الانترا امبريونيك ديفايدد انتو 3 بارتس, بارا اكسيال انترميديت اند لاترال بليت ميزوديرم, بارا اكسيال انترميديت اند لاترال. احنا خدنا العام الماضي لوكال اندوكراين اند ريبرودكشن. ذا جينيتال سيستم اند يورينري سيستم ديفلوبس فروم ذا انترميديت ميزوديرم. عشان كده سموه جينيتو يورينري سيستم. حتى السبيشالتي اسمها ايه؟ الجراحه اسمها ايه بالعربي؟ جراحه مسالك بوليه وتناسليه, لان هما ريليتد تو ايتش اذر سواء يورينري سيستم او جينيتال سيستم. فاحنا الديفلوبمنت بتاعنا من الجزء ده اللي اسمه انترميديت ميزوديرم, ده المكان. طيب لو جينا احنا بقى هنشوف الانترميديت ميزوديرم هيحصل له ايه ليتر اون. ده كده انتدكشن. الكرينيال بارت او الابر بارت يحصل له سيجمنتيشن, سيجمنتس يسموا السيجمنتس دي نيفروتومز. تومز يعني سيجمنت, قطع نفرو عليها حاجه يورينري سيستم. والريمينينج بارت هيبقى ريمينينج نون سيجمنتد يسموه نيفروجينيك كود. احنا عندنا الكيدني في الهيومن بيديفلوب 3 ستيجز على 3 مراحل. الستيج الاول موجود في النك يسموه برونيفرس البدائي, وده متكون من نيفروتومز. ده يفضل معانا يعني شهر بالكتير وبعدين ديسابير. ده حاجه كده ترانزيت. لو الحيوانات اللي هي اللور فيرتبريت البدائيه جدا والحشرات والزواحف تكتفي عندها جسمها بالنوع ده من الكيدني بس اللي اسمه برونيفرس. ده مش enough to for function في الادلت, فراح ريبليس ليتر اون بانذر تايب حاجه موجوده تبقى فين؟ في الثوركس والابدومن اسمها ميزونيفرس. ودي ترانزيت كيدني في مرحله من مراحل حياتنا موجوده معانا 4-5 اسابيع 6 اسابيع تقعد معانا الميزونيفرس. هيبرفورم الاكسبلوتري فانكشن بس بعد كده الانسان هيكتشف ان هو مش this is not enough for his need for homeostasis. فيحصل له development of the permanent kidney اسمها ميتانيفروس, ودي تتكون in the pelvis. ودي بعد ما تتكون في البلبس بتأسند up الابدومن في الابدومن. فانا عندي development of the kidney passing into 3 stages. The 3 stages overlap to each other. فين overlap يعني ايه؟ يعني تخلص الستيج قبل before in or vanishing of this stage يظهر الـ next stage. فهم فيهم تداخل. الـ first stage اسمها برونيفرس تكونها من النيفروتومز. الـ second stage اسمها ميزونيفرس, ودي هي الـ stage اللي بتقف عندها مثلا الكيدني في الفيش في السمك اخره كده. الـ third stage فينا كأدلت اسمها الميتانيفرس, ودي تكون في البلبس and later on will ascend. انت تفتكر في الاكزام the most important في الاكزام بقى سيبك من العلم هيبقى which stage؟ الميتانيفرس دي اسمها الادل ستيج اوف ذا كيدني. فاحنا ناخد بس فكره عنهم نقرا كده. انتر ميكروس ديرم از ديفايدد انتو 3 بارتس, بار اكسيال انترميديت اند لاترال. يورينري سيستم از درايف فروم ذا انترميديت ميزوديرم. اتس كرينيال بارت از سيجمنتد اللي اسمه نيفروتومز, والكودر ريمينز نون سيجمنتد اسميه نيفروجينيك كود. تعالى بقى اللي عندي ديفلوبمنت اوف ذا كيدنيز اند يوريترز الاثنين مع بعض وان باكج. There are three slightly overlapping kidney stages starting for the 4th week of development. وده ما طب تفتكر انتوا خدتوا بلوك الكارديوفاسكولار which starts earlier cardiovascular or urinary وليه justify هتحب الهارت يتكون اول ولا urinary system؟ urinary urinary وظيفته ايه؟
اكسكريشن. طب ما في كلمه احلى كانت المفروض محاضره الدكتور معتز النهارده، هوميو ستيزيس، كيب البادي بالانس والبي اتش والاسيد والحاجات دي كلها والووتر، ده هو وظيفه الكدني. عشان ده الكدني تعمل كده لازم يجي لها بلط، لازم يبقى في سيركيليشن. فبقى بايولوجيك مين اللي حصل ديفلوبمنت الاول؟ لازم الكارديو فاسكولار، ذا فيرست سيستم تو ديفلوب هو الكارديو فاسكولار سيستم، عشان يوزع الدم للكدني عشان تعمل هوميوستاسيس. همنتين بي اتش وانا ما بيجينيش بلط، فاول سيستم كارديو فاسكولار. من السيستم المتقدمه جدا تتكون الكدني، يبدا في الفورث ويك. احنا عندي قلنا باثينج انتو 3 ستيجز. اول ستيج بيبقى مرحله اسمها برونيفرس، ودي تبدا على كدني كده قلنا في اللور فيرتبريت، وتبقى في النك، تبدا تظهر في الاسبوع الرابع. دي فينا كأضلط ملهاش وجود، هي طب عباره عن ايه؟ اشلاء او اطلال، يعني اون بيس. انت عايز تبني عمار فتبني الاساس الاول، اسمنت وطول، هي الاساس اللي هيكون عليه الستيج اللي بعده اللي اسمه ميزونيفرس الانترميديت ستيج. ودي موجوده تبقى فين الميزونيفرس؟ تبقى في الكدني، في الثوركس والابر ابدومين، وتظهر في الاسبوع الرابع وتنتهي في الاسبوع الثامن. ودي ترانزيت، حاجه معقده. احنا اللي يهمنا الميتانيفرس، دي الليت ستيج، ودي تتكون في البلبس تحت خالص، وتبدا تظهر في الاسبوع الخامس. خلي بالك في الرابع للثامن موجوده النوع ده الستيج ده، دي تظهر اثناء ما دي موجوده بس لسه مش فانكشنينج، ودي الادلت كيدني البيرمننت. فلما اقول لك سورسز اوف ذا كيدني مقصود بيها ايه؟ احنا دلوقتي لما اتكلم في اكزام هيبقى ويش تايب اوف ذا كيدني، ويش ستيج، البرو ولا الميز ولا الميتا؟ الميتا نفس. دي كل ستيج بيبقى بيز على الستيج اللي قبله، انقاض اشلال او اطلال. فتعالى كده عندك ايه؟ ادي البرو نفس اللي هي دي شباب، دي الكدني البدائيه تتكون في منطقه النك. طب هو الطفل محتاج كدني ليه؟ هوميوستاسيس، هو بياكل ايه؟ ايه نوع الاكل؟ هو بياخد البرودكتس من النيوتريشن نظام ويديها الويست برودكت. هو محتاج يعمل يورين؟ هل الطفل بيورينيت؟ يس. طب ليه يورينيت؟ هو هل الميتابوليك بروسيس في الطفل بيبقى ويل ديفلوبد؟ لا طبعا ضعيفه جدا. طب ليه يعمل يورين؟ محتاج اليورين، لان اليورين اف ذا فيتس از ا كومبوننت اوف واتس فايف فلويد، في فلويد كده حوالين البيك ميك فلويد، والميك فلويد زي ما انتم خدتوا في جروث اند ديفلوبمنت ليه ماني فانكشنز، بيخلاه الموبيليتي بتاعت الفيتس، يمنع الاديجن. فمحتاج الطفل يبقى يورينيت تو فورم امنيتك فلويد. المسكلو دي تو سورسز اساسيين، الاساس الاول هو اليورين ده اهم واحد. فتتكون البروريفرس عباره عن ايه؟ جروب اوف تيوبولز موجوده في النك. التيوبولز دي كونكتد مع بعض بانبوبه دكت اسمها برونيفريك دكت. الدكت والاوبن داون في حاجه اسمها كلواكه. مين تحفه يقول لي وات از ذا كلواكه اللي هي اللاست لوك هتوها. ايه كلواكه؟ وات مينت في كلواكه؟ الكلو اكل وات مينت في كلواكه بالعربي؟ بالعربي اصل يفهمك الموضوع. بالكلواكه معناها مجمع. ايه مجمع؟ كلواكه is the lower part of the hind gut. هي الجزء ده مجمع. مجمع ايه؟ نهايه الدايجستيف سيستم واليورينري والجينيتال هو نفس النهايه. فدي مجمع لكل حاجه. بعدين احنا كهيومن هيحصل لنا سيجمنتيشن، تتقسم الى اجزاء. الكائنات الاقل تطورا لسه في الايفوليوشن زي التشيكن ولا الدجاج عندها اوبننج تمارس منها كل حاجه، سواء اخراج يورين او ستول او حتى السكشوال انتركورس او البراكتس. فدي في الطيور تفضل على كده مجمع مشكله على بعض. احنا بيحصل لنا سيجمنتيشن. فاحنا عندنا الكدني البدائيه عباره عن جروب اوف ميزينكايمال سيلز تتكون في النك، يعني مصدر كوندنس تعمل تيوبول اسمها برونيفريك تيوبول كونكتد توجذر باي دكت كولد برونيفريك دكت اوبننج انتو ذا كلواكه. الكلواكه دي عباره عن ساك كلوز داون باي ميمبرين كولد كلواكه الميمبرين. الكدني دي اي كلام بس هي محتاجها عشان اكون عليها كدني. التيوبول جوين دكت دوبن داون انتو كلواكه. كتر خيرك لو عرفت الستيج ده. طيب مصيره ايه الستيج البرونيفريك تيوبول؟ التيوبول دي ويل ديجنريت مالهاش اي لازمه في نهايه الاسبوع الرابع. فاضل لك مين بس؟ الدكت اللي فاتحه فين؟ اسفل داون في كلواكه. الكرينيال بارت بيديجنريت يفضل الكودال بارت. الكودال بارت هكون عليه الستيج اللي بعده اللي اسمه ايه؟ ميزونيفرس. بيبقى الكودال بارت هنسميه بقى في الستيج بعد كده ميزونيفريك دكت. يبقى الميزونيفريك دكت كان اسمها ايه قبل كده؟ برونيفريك. تاني قول تاني. انت كان عندك جروب اوف ميزينكايمال سيلز ان ذا نك
condensed together وبعدين حصل لها محشي لايك ميكانيزم. اي سوليد تيشو محشي لايك يعني حصل لها ايه؟ كاناليزيشن. بقت بدل ما تبقى سوليد تيوب بقت سوليد سيلز بقت تيوب اسمها بروليفر تيوبيول. Joined together by duct بأنبوبة. Connected the bus down to the cloaca. طبعا انت عندك ناحيتين يمين ويسار. هيفتح في cloaca. Later on هيحصل ايه؟ التبيوز دي will degenerate. ملاش لازم. والدكت الكرينيال بارت بيدسابير. فيفضل لك الريمينيك بارت اسميه في الستيج اللي بعده ميزونيفرين دكت. يبقى لما يقول لك ايه اهمية البرونيفرس انت همك بس عايز الكلمة دي. يعني التو سلايز دول يعني حلو العلم جميل سمعتهم مني خلاص خدهم اضربهم في الخلاط جبتهم خلاص ما يهمنيش طلع لي بس الكلمه دي ميزونيفريك داكت. الاستيج اللي بعده اسمه ميزونيفرس عباره عن ايه؟ الميزونيفريك ميزونيفرس عباره عن كان سوليد كورد اوف سيلز بعدين حصل لها سيجمنتيشن عملت لك 17 سيجمنت اسمها ليفروتومز بس كل واحده منها مقفوله سوليد بعدين حصل لها ايه؟ كاناليزيشن محشي لايك ميكانيزم بقت عملت لك تيبيول اسمها ميزونيفريك تيبيولز كونكتد بمين؟ بميزونيفريك ايه؟ دكت اللي فاتحه فين؟ كل واحد حد ملاحظ حاجه؟ كومبير بروليفرس اند ميزونيفرس كل واحد عباره عن ايه؟ حاجتين تيبيولز اند دكت. الدكت فعندنا شباب تاني قلنا ميزونيفريك دكت وميزونيفريك تيبيول. الدكت دي اوبن انتو ذا كلواك. ديفاين كلواك تقول لي ايه؟ بالعربي مش ترانسليت اللي هي الكودال ان اوف ذا هايند دكت. احنا عندنا كم ميزونيفريك دكت؟ لازم يبقى في اثنين لان عندك تو كيدنز. انت بقى المفروض تفتكر السلايد اللي بعده اشرح ايه؟ احنا عند الفيت اوف ميزونيفريك دكت او ده السلايد ده خدتوه العام الماضي خدتوه فين؟ ممكن ايه؟ الكراين اند ريبرودكشن اللي هو الدريفيتيفز اوف ميزونيفريك دكت والتيبيولز اللي هي الميزونيفريك دكت تعمل ايه؟ ميل او فيميل؟ يعني ده مثلا اللي هو كان سلايد مجمع كده اي ثينك ان حتى مديكم الليكشر دي ديفلوبمنت اوف جينيتال سيستم ايه الدريفيتيفز اوف ميزونيفريك دكت ميزونيفرس ميل او فيميل كل واحد منهم تقسمه الى تيبيولز اند دكت بينه وبينك بينه وبينك التيبيولز سواء ميل او فيميل هيدوا حاجات موست اوف ات ديجنريت تختفي ديجنريت يعني ايه ما اقول عليها ابيرنت يعني ديجنريت او مثلا حاجات ريمنان زي اب او فورن او بارا او فورن حاجات الدريفيتيفز دي حاجه تبع لمين للجينيتال سيستم نوت اور كونسيرن بقيه الميزونيفريك داكت دي حاجات جينيتال مش تبعنا مش هقدر اسالك حاجه جينيتال وانا في بلوك يورينري لكن يهمك في حاجه ان الميزونيفريك داكت اللور بارت هيشارك شايف رقم دول اخر ارقام اخر الوان الحاجات دي هي الرينال سيستم يعني السلايد ده من الاخر لو انت عايز تعمل انتجريشن ده الدريفيتيف ميزونيفرس في الميل سواء دكت او تبيول موست اوف دريفيتيفز سواء ميزونيفرس في الميل وفي الميل حاجات جينيتال اللي هي مش هتبقى اور كونسيرن ان ذا اكزام طب احط لي سلايد اللي عايز يراجع معلومات الجينيتال يراجعها انا اللي يهمني بس ان الميزونيفريك دكت اللور بارت هيعمل حاجه اسمها يوريتريك باد والترايجون الجزئين دول شايفين اخر تو لاينز هو اللي تبعنا كالبلوك ما بقيه اللاينز دي كلها مش تبعنا فانت اللي هو انت همك قلنا ايه تاني معايا حاجه اسمها يوريتريك باد وترايجون اللي هنقولها بالتفصيل حالا تاني انت عندك كام ستيج اولا الامبريو تاني فكرنا كام ستيج ثلاثه اكتودر واندرم وفي النص انترا امبريكوس ده تعال على الميزدرم اللي في المنتصف هاو سيجمنتد انتو 3 ارياز اسمهم ايه بارا اكسل وانترميديت ولاتر تعال ناخد الويتش بارت الانترميديت هنقسمه الى 3 ارياز اللي هي 3 ستيج اوف ذا كيدني اسمهم ايه برونيفرس ميزونيفرس اند ميتانيفرس الستيجز دي اوفرلاب مع بعض حتى في السايد اللي بتكون في النك اسمها ايه برونيفرس اهميتها ايه موست ديجنريت يفضل منها دكت الدكت دي هتحول على عامل عليها ايه السجل اللي بعده ميزونيفرس الميزونيفرس عباره عن تيبيولز اند دكت انا يهمني من انهم اللي يهمني في الاكسبلوك بتاع الدكت ومش كل الدكت اللي هو بارت من الدكت هتشارك في تكوين حاجه اسمها يوريتريك باد وترايجون اوف ذا بلادر الستيج اللي يهمك اهم ستيج مين اللي اسمها ميتانيفرس دي هتكون فين في البلس وليتر اون لازم يحصل لها ايه
السلف في الفيجر ده، ده مكان مين ده للمكان ده؟ ده مكان البرونفس. طيب هنا الانابيب الصغيره دي ايه؟ بزنفريك تيوبولز، والانبوبه دي بزنفريك داكت. هنا بيتكون الجونادز دي تيسس الاوفري مش تمام. بعدين هيفتح تحت الكيس ده اسمه ايه؟ كلواك. هنا هيتكون المفروض متنفس. المتنفس هيتكون عباره عن ايه؟ يطلع لي اكستنشن من ميزونفريك داكت اسميه يوريتريك بد، برعم. البرعم ده هيتكون عليه تشو اسميه ميتانفريك كاب، في كاب او كفر او اسمه بلاستما. هي دي الكيدني بتاعتنا الادلت ستيج. يبقى لما اقول لك تتوقع الميتانفريس اللي هو السورس اوف ميتانفريس، هتقول لي كام سورس؟ اثنين بس، حاجه اسمها يوريتريك بد او دايفرتيكولم. لما اقول لك ديبرايفد منين؟ من الكودال بارت اوف ميزونفريك داكت. وبعدين الجزء الاخير اسمه ميتانفريك ايه؟ كاب او بلاستما. فيبقى دي طبعا احنا بنحب قوي في اي اكزام اسالك ايه او اي حاجه، sources of adult kidney، sources of metanephrosis. فالsources كلمتين، الكلمه الاولى يوريتريك بد، والكلمه الثانيه ميتانفريك كاب. البد ده درايفد منين قلنا؟ من اللور بارت اوف ميزونفريك داكت اللي كان اسمها في ستيج قبلها مش ميزونفريك، برونفريك. يبقى ده اللي عندك سورس. بص هتتكون فين قلنا؟ البط من اللور بارت اوف ميزونفريك داكت، وتفتح في الكلواك المفروض اللي هي الجزء ده، يطلع يتكون يطلع منها ايه؟ الاستراكشر ده يطلع منه ايه؟ اللي هي قلت لك بط، بط كان تحت يبدا يأسند ابوت. بص يا جماعه هيطلع البط ده، مش هيفضل هنا، هيبدا يطلع. لما يبدا يطلع معايا نمسك الصوره اللي بعدها، الكدني كانت كونت تحت هنا وكان فيه يوريتريك بط، طلعت لفوق، تطلع لفوق. تفتكروا اللي هو يوريتريك بط لما يأسند ابورد في الاخر حصل له برانشنج، هو البط ده زي يدي زي الفور ارم، واللي عليه دي اللي اسمها ميتانفريك كاب. نهايه ايدي دي الفور ارم هو اليوريتريك بط، يحصل له برانشنج، يوم يضطر كمان الكاب يحصل له كمان برانشنج، يبقى سيجمنت، يبقى فيه كذا كاب. تتوقع بقى ده اللي هو المفروض يوريتريك بط، طلع لفوق لحد ما وصل الابدومن وحصل له برانشنج، وبعد كده البرانشنج دي حصل لها كمان ري برانشنج. تتوقع ده من يورينال سيستم اللي هو ايه؟ يعني ده الانبوبه دي تبقى مين؟ يوريتر. طيب اول برانشنج تقابلك تبقى مين؟ اول جزء قبل البرانش اسمه رينال بلبس. طب واول برانشنج ميجور كاليكس، بعد كده بس اسمهم ايه؟ ماينر. طب ايه الكور الصغيره دي؟ الكور الكبيره اسمها ميتانفريك ايه؟ كاب. هتتقعد تتقسم الاسم الى مليون كاب صغير. المليون كاب صغير ده اللي بنسميه احنا عندنا ايه؟ نفرون. مفهوم يا شباب؟ يعني لما اسالك سؤال، الكدني اللي احنا عارفينها الجزء الاكسكريتوري متكونه عشان تتكون محتاجه ايه؟ ان يكون في ايه؟ يوريتريك بط. يعني لو ما فيش يوريتر ما فيش كدني. اليوريتر بط ده هنا هيأسن ابر وبعدين يحصل له برانشنج، كل برانش يحصل كمان انه برانشنج لايك ذات. اكون ميجور كاليسيز وماينور كاليسيز، واللي على كل جزء من الاخر ده هيبقى اسمه في الاخر نفرون. النفرون اجزاءه ايه؟ نفرون في حاجه اسمها باومنز كبسول، انفاجيت بجلوميريس، ثم مجموعه من بروكسيمال تبيول، ديستال تبيول، بينهم مين؟ لوبوفيل. ده النفرون. الجزء الاخير من النفرون اسمه كولكتنج تبيول، كولكتنج داكتس. الكولكتنج داكت طالعه برضه من اليوريتريك بط. يعني بص الدريفيتيف اليوريتريك بط دي، السطرين دول اهم سطرين، يطلع منه يوريتر. ايه تاني؟ رينال بلبس، كاليسيز، وبين قوسين تبقوا ميجر وماينر، واخر حاجه كولكتنج تيبيول. النفرون يطلع منين؟ من الكاب. فطبعا تنفع طبعا في الام اس كيوز، او تنفع تبقى في كذا. All the following are derivatives from the metanephric أو uretric bud except مثلا، وحط لك مثلا ureter صح، major calluses صح، أحط لك lobe of hell. lobe of hell derived من uretric bud ولا من metanephric cap؟ metanephric cap. النفرون كله الكاب، الجزء البط ده يعمل مين؟ اللي هو كل الحاجات اللي هي مش نفرون. طب حد يقدر يسمي ده في الفسيولوجي اسم وده اسم؟ ده يسموه ايه؟ ده يسموه ايه؟ اليوريتر يسموه ايه؟ والكدني يسموه ايه؟
يوريفرسبل لعبه بس اليوريتر ليه اسم كده في الفسيولوجي. مين الفانكشن يونت؟ النفرون او يسموه اكسكريتوري يونت او فانكشنال يونت. طب والبادي يسموه ايه؟ كولكتنج سيستم. الكيدني احنا في الفسيولوجي تو سيستمز، واحده اكسكريتوري او فانكشنينج، واحده جاست كولكتنج. فانت ممكن يتلعب في ام كيو ويتلعب في ام سي كيو كذا. يعني اقول لك ايه، all the following structures part of the excretory unit of the kidney. excretory قصدي cap ولا bud. excretory cap. ال collecting يبقى قصدي مين؟ ال bud. الجملة دي صح ولا غلط؟ true or false. absence of ureteric bud lead resulted into absent kidney. لو مفيش bud يبقى مفيش kidney. صح ولا غلط؟ صح. ها؟ طب لو في واحد عنده دبل يوريتريك بط، اثنين دبل، ريزلت انتو انومالي، تفتكروا هيبقى عنده ايه الراجل؟ دبل على ناحيه، هيبقى عنده تو كيدنس في الناحيه اللي فيها دي. اكسلنت. يبقى في ناس عندهم اثنين كيدنس، يبقى الاساس فيه عند مين؟ يوريتريك بط. خلاص. انا يكفيني جدا جدا لسه لحد محاضره بكره، يعني يكفيني اكتر. السلايد ده بعد كده ما خدتش كلام، لا يعني خد السلايد ده تقروها دي كمقدمه. دكتور لخص لي من الاخر انا قلته، بس انا كسيف تايم. انا السلايد ده مقدس، عايز اعمل لي سمري. طيب نرجع، انا هخليكم تختاروا السلايدز من ناحيه اهميتها. السلايد ده عايز منه ايه؟ اخر سطرين. طيب ما بقعد احسب لي كام سلايد. السلايد ده هم سطرين يعني. انت في الاخر عايز تعرف ان في حاجه اسمها ميزنفريك دكت، والسلايد اللي قبله حاجة الفيت بتاع اللي بيتحمل الى ميزنفريك دكت. السلايد ده جاست فور اندرستاندينج كده. فكأنك انت النهارده بس قعدت معاك شويه عشان سلايد وثلاث اربع سطور. فانت السلايد ده بس تكون بس في بالك بكره، اللي هو السلايد ده ده مقدس، ببني عليه بقيه الديفلوبمنت اوف ذا سيستم. عايز ان الديفلوبمنت اوف ذا كيدني باسنج ان 3 ستيجز، برونيفرس اند ميزونيفرس and finally what's called the metanephrus. The metanephrus develops in the neck and the stem or kidney for just less than 1 month. Next to it, there is the mesonephrus develop in the thorax and the abdomen. The mesonephrus is formed of a group of tubules called mesonephric tubules connected to حاجة اسمها mesonephric duct which join what's called the cloaca. The final stage of the kidney is called the metanephrus. This metanephrus developed in the pelvis. It's formed of two parts. Part of it is called ureteric bud or the reticulum, and another part called metanephric cap or blastema. The ureteric bud is attached to this tube. Tube is called mesonephric duct. يبقى احنا عندنا ده مكان مين؟ برونيفرس. هيختفي. Just the tube بتاعته اسمها بريفيك دكت، هتتحول الى اسم تاني اسمه ميزونيفيك دكت. طيب بالنسبه للميزونيفيك دكت هيبقى اوبننج انتو كلواكا. الستيج اللي بعديه اسمه ميتانفرس، فورمد اوف تو بارتس، يوريتريك باد اتاتش تو ذا ميزونيفيك دكت اند كفر باي يوريتريك كاب. ليتر اون قلنا هيحصل ايه يا شباب؟ قلنا اليوريتريك باد ده هيحصل له الونجيشن، يطول فروم ذا بلفس، وبعدين يحصل له برانشنج وريبرانشنج عشان يعمل حاجه اسمها ميجور كاليسيس اند ماينور كاليسيس. وبالريزلتد فروم ذس برانشنج ان الكاب الواحده الميتانفريك كاب سب ديفايدد انتو مليون اوف كابس. كل كاب من الكابس دي هيتحول الى واتس كولد نفرون، اللي هو البارتس بتاعته قلنا البومز كبسول والتبيولز واللوب اوف هيل. طيب النفرون ده عشان تفورم يورين محتاج ايه؟ المفرم عباره عن تيوب والكوليكت ديورين، محتاجه بلاد يحصل له فلتريشن عن طريق حاجه اسمها جلوميرولس. الجلوميرولس بيتكون هنا عباره عن طفط اوف كابيلاريس هتبقى جويننج ذا باومانس كبسول. سو ات از انفاجينيتد، ذا باومانس كبسول انفاجينيتد باي وات از كولد ذا جلوميرولس. يبقى الجلوميرولس ده جلوميلاي نوت بارت فروم ميتانفريك كاب. الكاب هيعمل ايه؟ هيعمل الجزء اللي بيكسكريت بيكولكت اليورين اللي هو النفرون.
لكن الجلوميرولس دي عباره عن انفاجينيشن من الكابيلاريس نير باي عشان نعمل نفرة. خلاص احنا عملنا كده، تبدا الكيدني الفانكشنينج كيدني سكريت يورين عشان تكون حاجه اسمها اميديت فلويد. ده اللي احنا كنا قلناه بسرعه المره اللي فاتت. تعالى كده فكرني بس اللي احنا قلناه. بص شباب معايا، imagine this is a cloaca. What's the cloaca? The lower end of the hind gut. This is cloaca. And this is called allantois. Allantois means sausage shape. يعني زي الهوت دوج. عبارة عن tube extending from the cloaca up to the umbilicus. هي دي allantois. And this cloaca is closed downward by membrane called cloacal membrane. المفروض الكلواكا دي هتعمل part of digestive system, urinary system, genital system. احنا خلينا نركز على الرينال سيستم. اعتبر الكلواكه دي يعني بروفيشنالي هي رينال بلادر، يعني اللي ماسكها دي رينال بلادر. فاكرين انتوا خدتوا الانتيريو اوف ذا بلادر، الانتيريو اوف ذا بلادر ما خدتوه مع دكتور محمد رمضان في خدته ان هو في بيبقى في تراينجولار اريا في البوستيريو وول اسمها ايه؟ تراينجول. يبقى المثلث اللي انا شايفه ده تراينجول، خلي بالكم لونه احمر، لونه احمر او ريدش او بينكش ليه، بينوتنج ان هو فاسكولار. يبقى ده فاسكولار، يبقى ده تريجون اوف ذا بلادر، دي اعتبرها كانها البلادر جزء من الكلواكا، وتيوب دي اسمها الانتويس، واللي تحت الممبرين ده اسمه كلواكا ميمبرين. واحنا عندنا يا شباب ايه؟ حاجه اسمها ميزونيفريك دكت. This is ميزونيفريك دكت. عندنا كام ميزونيفريك دكت؟ عندنا اثنين، ده واحد منهم انا هجيبه كده. طيب الدكت ده قلنا هيطلع منه تيوب اسمه ايه؟ البض ده يوريتريك بض، هيبقى كفرد باي بتنفريك كاب، شايفين يا شباب؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ميزونيفريك دكت. والاكستنشن ده يوريتريك باد، واللي عليه دي مين؟ كدني. ايه اللي حاجه اللي تلاحظها في الاستراكشر ده؟ في الاستراكشر ده بيبدا يتكون فين؟ داون انتو ذا بلبس. الكلام ده كله في البلبس، يعني الكدني انيشالي في البلبس. انت عايز تعمل ولاحظ ايه تاني؟ يلا من ناحيه السايد عرفناها في البلبس، من ناحيه السيرفس لو شفت طفل عنده حصل له ستور بيرث يعني ولد او ابورشن كده وشفت الفيتال كدني هتلاقي الكدني السيرفس بتاعها ايه؟ لوبيوليتد نوت سموث. This is very important. ايه الفرق الثاني كمان في الكدني دي عن الادل كدني؟ الادل كدني يا شباب مكانها فين؟ في الابدومن؟ مكانها هنا. بعرض التبرة. السطح ايه؟ سموث. في حاجة ثانية، الهايلم از دايركتد وات؟ ميديال ولا لاترال؟ ميديال. يعني الهايلم لازم يبقى هنا. ركزوا معايا، ده المفروض النورمال. لكن احنا في الامبريولوجي الوضع كان كده. معايا يا شباب؟ يلا. يلا اوصف لي ديسكرايب. الكدني انيشالي فين السايت؟ في البلبس. هايل. وبعدين السيرفس لوبيليتد. طب والهايلم كده شكله الدايركشن بتاعه ايه؟ انتيريور ولا شايفين كده ده بوستيريور هنا وكده ناحيتكم انتيريور صح؟ يبقى هنا ناحيتي انا بوستيريور وناحيتكم انتوا انتيريور. كان اللي في ارتري في الابدومن اسمه اورطه يدي برانش اسمه كومان ايليك، اسمه عنه كومان ايليك، هو اللي بيسبلاي الكدني. الكلام ده هو فين؟ في البلبس. عايز اسال بقى سؤال، تفتكر الماتوريشن اوف ذا كيدني هيحصل فيها ايه؟ انت عايز تخليها بالشكل اللي انت عارفه. يلا اول حاجه لازم يحصلها ايه؟ السنت. يبقى ده غيرت السايت من بلب تبقى ابدومينال. بعدين لازم يحصل لها روتيشن. الروتيشن شكله ازاي؟ ميديال ولا لاترال؟ ميديال، بحيث ان الهايلاند لوكينج ميديال. طب ايه كمان؟ البلاد سبلاي كان انيشالي كومن ايليك، بيجي لها برانش رينا الارتري من كومن ايليك. بعدين الارتري اللي كان بيعملها سبلاي ديسابير ويجي لها من الارتري اللي اسمه ابدومينال اورتا رينال ارتري. المفروض ده اللي يحصل. تعالى نشوف بقى الكلام ده التشينجز اللي هتحصل في الكدني. بص يا جماعه، كانت انيشالي في البلس وكان يجي لها برانش من الارتري اسمه ميديان سيكرال ده من الابدومينال اورتا. وبعدين بتاسند ابورد يوم يجي لها برانش من الكومن ايليك. ذن اسند ابورد لحد ما توصل للفاينل بوزيشن بتاعها. في الحالة دي هيجي لها البرانش اللي احنا عارفينه رينال ارتري من الابدومينال اورتا. طب دكتور ايه وضع الارتري اللي كان الفورمر؟ في ايه فورمر؟ السابق البريفيوس ارتري بعد ما يعمل سبلاي ويقضي الوظيفة وتبدأ يعمل اسنت ديسابير يختفي. يجي يطلع مكان ثاني ليفل ثاني الارتري اللي بيسبلاي بعدين خلاص مش محتاجه ديسابير. ما يفضلش غير عندي ايه؟ جاست وان رينال ارتري ارايز الليفل اوف ال1 فيرتيبي تو انتر ذا هايلا. لوك بص الصوره دي، في الاصل الكهيل ده هاي الكدني كان كده، وده هايلم كان لوكينج انتيريورلي. ايه اللي حصل لها كتشينج؟ حصل لها ايه يا شباب؟ بدل ما كانت لوكينج انتيريورلي كده، بص حصل لها ايه؟ روتيشن. خلي شباب تفتكر كام درجه عملت روتيشن؟ هي كانت كده، اللي اعتبر ده الهايلم.
انا عايز اخليه ميديال 90 ديجريز ميديال ولا لاترال؟ ميديال. طب خلي بالك كان السيرفيس بتاعها ايه؟ لوبوليت بقى ايه؟ سموث. يبقى انا عايز كام تشينج؟ ثلاثه، من ناحيه السايت، من ناحيه الشيب، من ناحيه الهايلم. السايت كانت بلفيك او اربعه بلس سبلاي، السايت كانت بلفيك بقت ابدومينال وتشينج في البلس سبلاي، حصل لي الارتيريا بلس سبلاي قبل كده انفلوشن ديجنريشن وبقى لها ارتري واحد. من ناحيه الشيب كانت كانت الهايلم لوكينج فورورد بعدين لوكينج ميديال. من ناحيه السيرفيس كانت لوبوليتد بقت ايه؟ سموث. كده ده المفروض اللي حصل ديفلوبمنت. يلا يا شباب انوماليز ليست انوماليز، توقع بقى انوماليز. اول انومالي من الانوماليز المشهوره قوي ان المفروض الكيدني لما تطلع في الـ من الـ بلفس الابدومن هي متكونه من حاجه اسمها انترميديت ميزديرم، في رايت انترميديت ميزديرم وفي ليفت، والاثنين سيبرت عن بعض. حصل ايه؟ فيوجن مع بعض هنا اللور اند، فبقت الكيدني شكلها كده يا شباب. يسموه هورس شو كيدني، يعني حدود الحصان. سببها فيوجن في اللور بول اوف ذا كيدني. فين ده؟ مين ده؟ ده اليوريتر. ملاحظين حاجه في السيرفس؟ ده نورمال، المفروض افتر بيرث الريبليشن ده يختفي او في نهايه الشهر التاسع. طيب دي انومال اسمها هورس شو كيدني. يلا انا طبعا جاست ليست الاكسبلانيشن لينا في الانترست فيوجن كيدني. هنا الانومالي دي او عندكم سلايد حتى باثولوجي ان هي ايه؟ انا المفروض عندي الكيدني جزئين، جزء بيكسكريت اليورين، جزء بيكولكت. الاكسكريت اللي هو النفرون واللي يعمل كولكشن يورتيريك باد، المفروض يحصل بينهم فيوجن. سام تايمز ما يحصلش فيوجن ويفضل جزء الاكسكريتوري لوحده عن الكولكتنج. فبيكسكريت يورين طبعا بعد النفرونز يعني، وتفضل اليورين جواها فتعمل لك سيست. يسموا الديزيز ده ايه؟ كونجينيتال او انفانتايل سيستك كيدني. شايفين دي سيست؟ اظن ده عندكم جار في الباثولوجي. ده فيري امبورتنت، عندكم سيكشن وحتى في الهيستوباثولوجي. دي بولوسيستك كيدني. لو بايلاترال بيتعمل رينال فيلير اباوت يعني ميدل ايج 38 بيموت. في مثلا مشهور قوي عندنا اسمه انور وجدي زمان ابيض واسود، مات بالكونجنتال بولوسيستك كيدني، مات بالرينال فيلير مانيفست فيري ليت لحد ما يحصل الافكت بتاعها. يعني هو بعد النفروز متصلين وبعد النفروز مش متصلين، دي اللي اسمها بولوسيستك كيدني. في انومالي ثانيه اللي هي رايت سايدد مان روتيشن. عارفين ايه اللي حصل في دي؟ المفروض اعمل روتيشن ايه؟ ميديالي. احوليت عملت روتيشن ايه؟ لاترال. طبعا هيحصل ايه كده؟ كينك لليورتر. الاكسكريشن مش متخيل هيحصل ايه؟ كان اليورتر مشدود، مش هيحصل ويل درينج. طيب دي اسمها رايت سايد، طبعا ممكن رايت سايد او ليفت سايد، يعني يا دي تلف كده لبره يا دي تلف لبره. طب الانومالي دي اسمها ديسكويد كيدني. ايه ديسكويد كيدني؟ المفروض التو كيدنيز كل واحده من انترميديت مزدور ذن اسند ابورد وكل واحده سيبريت. لا سام تايمز يعملوا فيوجن مع بعض ويبقى وان سيجمنت وتبقى كانها زي الديسك. تخلي هي دي كانها بينشي فاصوليا ودي فاصوليا، حطهم على بعض بقت لايك انها ديسك، بقت ديسكويد كيدني وتفضل في البلفس وما يحصلهاش اسند ابورد. كده معناها ايه؟ ان السوبراين جلاند بقت اسم مش على مسمى. سوبراين مينز اباف ذا كيدني. اذا كان الكيدني اصلا فيل تو اسند ما طلعتش، تفضل السوبراين فوق كده. عشان كده الاسم الافضل تبقى ادرينال ميدل او ادرينال جلاند بيكوز السكريتس ادرينالين. لكن سوبرارينال نسيسيت انها لازم الكيدنيز يحصل لها ايه؟ السن. فالديسكويد عملوا فيوجن وبقى وان سيجمنت وفضلت فين؟ في البلس. احنا لو جينا في الاكزام جاست ليست يعني اعمل ليست للانوماليز. بص الانومالي دي بلب الكيدني اللي هي ايه؟ ما حصلهاش السن ابورد. فدي اسمها كروست اكتوبيا. كلمه اكتوبيك معناها حاجه اوتسايد اس بليس، يعني حاجه بره مكانها. يعني المفروض الكيدني في الابدومن بقت في البلبس، وكروست معناها ايه؟ راحت الناحيه العكسيه. فانت تلاقي المريض البيشن ده عنده ايه؟ كيدني في الابدومن كيدني في البلبس بس في نفس الناحيه، عنده اثنين بس المنظر ده. طالما ما فيش انترفيرنس من الفانكشن فدي ما فيش مشاكل فيها. طيب بص بقى الانومالي دي فيري امبورتنت. المفروض احنا قلنا ايه؟ الكيدني ما بتطلع الفورمر ارت اللي كان بيعمل لها سبلاي في البلفس يختفي ويجي لها ارتري جديد. لا ايه اللي حصل؟ هي المفروض يجي لها رينا ارتري يعمل لها سبلاي. ان يفضل ارتري اللي كانت في مرحله سابقه يعمل لها سبلاي. يبقى اديشنال ارتري ان اديشن للارتري اللي عندها. عارفين؟ اديشنال يبقى اسمه اكسسوري رينا ارتري. ايه مشكلته؟ واحد فنان هنا. يعني هنا مثلا شايف؟ ده كده ده رينا ارتري وده كده اكسسوري. هنا في مشكله.
للاكسسوري عمل اوبستراكشن لمين؟ لليوريتر. فعمل منع الاوت فلو اوف يورين فاليورين اكوموليت ان ذا كيدني. عمل ديزيز بحرف الاتش اكسلنت اسمه هايدرو نيفروزس. معايا يا شباب؟ فدي لو حاله اكسسوري الارتي ما جيش اقول لك والله خير وبركه. لا اذا كان كبير وبستراكتنج البلبس الدايرتر او اليوريتر ممكن يعمل هايدرو نيفروزس كولكشن اوف يورين انسايد ذا كيدني. دي كلها انت عندك لما لست احنا قلنا خمسه سته فانت عندك فرايتيز اللي تعجبك اللي شكلها عاطفي بالنسبه لك خدها يعني. طب دي بقى اسهل ده من انومالي ما تتكونش رينا لا جينيسيس. فتقول للشخص عنده ايه؟ فرده واحده. واحده يمين واللي يسار مش موجود. معنى ايه؟ يعني ايه كمان الكلام ده كامبريولوجي؟ يعني ان عنده يورتريك بط ماسك قصدي ميزانيفريك دكت ماسك فيه يورتريك بط ماسك فيه ميزانيفريك كاب. يكون مريض ما عندوش الجزء ده. يعني عنده مزيف الضغط بس لا عنده يورتريك بط ولا عنده كاب وبالتالي هيبقى عنده ابسد كيدني وابسد يورتر. معايا شباب؟ طب الانومالي دي هنا لوبوليتد كيدني اللي هي بيرسيستنت لوبوليشن بعدين دي سوبر نيوماري كيدني. هنا ايه الفرق بقى بين دي واول واحده؟ واحد ربنا رزقه ايه اللي حصل ده اليورتريك بط عمل ديفيجن الاثنين وبقى عندك اثنين كابز منفصلين وكل واحده منفصله عن الثانيه. فمريض تلاقي عنده ايه؟ ناحيه اثنين دبل كيدني. سوبر نمبر يعني منها نمبر. واحده في ناحيه كيدني واحده. برضه دي خير وبركه بس غالبا دي يعني تبقى الفانكشن بتاعها مش كويسه. بص ايه الفرق بين الاثنين دول؟ هنا المفروض عندك يورتريك بط. المفروض يورتريك بط ده بص يا جماعه ده الميزوليفيك دكت. واللي انا شايفها دي البلادر. اللي هي الكلواكه جزء من الكلواكه. ويطلع لك يورتريك بط. اول ما يطلع يعمل ديفيجن. يعمل سبليتنج يعمل بيفيدنج يعني في اسم الاثنين. فلما انقسم اثنين بص طول معايا كده بقى اسم الحكايه دي بيفيد يوريتر بس لا زال عندي كاب واحده. فاهمين يا جماعه؟ يعني الانبوبه دي ميزونيفريك دكت وده يوريتريك بط وفي ميتانيفريك كاب واحده. عمل البط ديفيجن الى تو سبليت الى تو بارتس كبروا معاه لفوق. معلش انا دي اسمها بيفيد كيدني بيفيد يوريتر مشقوق اثنين. قارنها بالنوع ده. يلا عايز تقارن الرسمه دي بالرسمه دي. ايه اللي حصل؟ الانبوبه دي ميزانيفيك دكت. المريض عنده اتولد تو يوريتريك بادز عنده اثنين يوريتريك بادز. كل باد عليه كاب خاص بيه. فاهمين؟ او يبقى عنده تو يوريتريك بادز بكيدني واحده ويكبروا البادز مع بعض لفوق. يعني ايه دي اسمها دبل يوريتر؟ ايه الفرق بين الناحيتين؟ حدين؟ واحده اليمين شيل هنا من الاول للاخر البيجيننج والاند ديفرنت عن بعض. لكن هنا شيرنج الاند اما البيجيننج يعني كل منفصلين في الكيدني. فدي دبل ودي اسمها ايه؟ بيفيد. سام تايمز الدبل يوريتر ده معاها دبل كيدني كمان اللي هي معايا الحاله دي زي دي بص شويه كده وسام تايم نفس الكلام البيفيد. الحاله دي بيفت ولا دبل؟ الصوره دي بيفت. ليه بيفت؟ لان الاند واحده. ممكن المريض يبقى عنده دبل يوريتر ودبل كيدنيز. فدي كميه الفاريشنز اوف ذا كيدني. دي سلايدز فور يعني اندرستاند تو اندرستاند يعني فهمها مني وارميها بعد كده من دماغك. بس افكركم تاني هنا بصوا يا شباب معايا عشان يا جماعه المتخلفين قصدي المتاخرين دي لو الناس معاها كلواكه كويس اللي هي اللور اند اوف ذا هايند جت ذيس كلواكه دي اندوديرمال اوريجن بيبقى ليها يطلع منها تيوب اسمها الانتويس. الانتويس يعني سوس الشيب هوت دوغ وكلوز ممبرين اسمه كلواكه الممبرين. ذيس كلواكه والفورم ان ذا فيوتشر بلادر معقده. دي الكيس ده كانه يورينا بلادر بقى مش هنقول عليه كلواكه. البوستيرور ذا بلادر تراينجل ان شيب ومور فاسكولار وبينكش ومور سنسيتيف اسميه بحرف الدي مكتوب هنا ترايبول. هاي انت عندك هعمل ايه؟ هتخيل برضو ان انا عندي هي دي نفس الكلام بس ان اذر فورم. هي دي الكلواكه او الجزء الكلواكه والانبوبه دي اللي اسمها ايه؟ الانتويس وتحت مقفول بمين؟ كلواكه الممبرين. انا عندي في حاجه اسمها ميزونيفريك دكت فاكرين احنا واخدناه؟ ميزونيفريك دكت احنا قلنا عندنا اثنين رايت وليفت وكل دكت منهم يا شباب اهي دي الدكت يطلع منها بط اسمه يورتريك بط عليه ميتانيفريك كاب
صح؟ انت عندك اثنين كده. انا هاخدهم بصوره مبسطه اصغر شويه. اللي انا شايفه ده الميزانفيك داكت. والطالع منه ورا ده اليوتريك بد. يبقى ده ميزانفيك داكت وده اسمه ايه؟ اليوتريك بد. انت عندك اثنين. واللي انا ماسكها دي مين؟ كلواكا. هتيجي الكلواكا جوينت بوستيريلي باي ذا ميزانفيك داكت تخش فيها. زي ما انا شايف كده. جوينت بوستيريلي. خلي بالك وضع ليه كده بعد كده انتيرو كده بوستيريور. ده مين ده؟ الانتايس. ده مين هنا؟ زيرو ده. مين اللي طالع من ورا ده؟ يوتريك بط. هل البط انسايد الكلواكا ولا اوتسايد؟ اوتسايد. ممتاز. هيحصل ايه؟ تبدا الميزانفيك داكت تبقى انكوربريتد تبقى ابزوربت جوه الكلواكا. خش جواها. يعني ازاي دكتور ابزوربت؟ يعني اللي انا شايفه ده ميزانفيك داكت. تقعدوا الاثنين يقربوا لبعض يقربوا لبعض في الميد لاين في الميد لاين في الميد لاين لحد ما يعملوا فيوجن كده. انا عايز واحد بقى خياله مريض. تخيل بقى المنظر ده شكله ايه؟ تراينجل. تفتكر هيديني ايه دريفيتيف؟ تريجون. مش فاهمين. يعني هما الاثنين كانوا سيبرت كده يا شباب معايا؟ بدوا يقربوا لبعض، يقربوا لبعض، يقربوا لبعض في الميد لاين، ده كله جوه الكلواكا. لحد ما عملوا مع بعض الفيوجن. لو انت تخيلت المنظر معايا تخيل ارسم كده هيطلع ايه الشكل ده؟ تراينجل. يبقى تريجون ده متكون منين؟ من لور اند اوف ميزانفيك داكت. خلي بالك الكلواكا كانت كده. ده مين اللي ماسكه ده هنا؟ يوريتريك ايه؟ بط. عايز واحد فنان. ايه الريزلتس ان بيحصل ابزوربشن للميزانفيك داكت؟ البط بيدسند ولا بيأسند؟ بيدسند بيقرب. يعني ايه يا دكتور؟ البط عندك هيقرب جدا جنب البلادر. بصوا اهو ده ميزانفيك داكت هدخله هنا. بس اتجاه دخوله ايه؟ مش جاست داونوردز، داونوردز اند ايه؟ ميديال. لاحظوا معايا يا شباب؟ بصوا هيحصل ايه؟ مين ده اللي طالع ده؟ يوتريك بادر. هيقعد يقرب لحد ما يجون البلادر. قال ايه ساعتها بقى نسمي الجزء ده اسمه يوتريك بادر. نسمي الجزء ده من يوتريك بادر انترا ميورال بارت. في الانترا يعني داخل الجدار. مفهوم يا شباب؟ يعني ايه يعني كان الكلواكا دي او البلادر شفطت اليوريتر. مش مفهوم. هنقربهم الاثنين جنب بعض. الاثنين ميزانفيك داكتس لايك ذات كده لحد ما يعملوا بعض الفيوجن. مين الانبوبه دي؟ ميزانفيك داكت. لما نقول للطالب الميزانفيك داكت ايه الدريفيتيفز اللي تهمك انت في الهيرنيا سيستم؟ حاجتين. الجزء المثلث ده اللي اسمه ايه؟ ترايجون. والاكستنشن ده اللي اسمه يوتريك باد. طب الباد ده هيتكون عليها مين؟ الكاب. الكاب مع الباد هم اللي اسمهم ميتانفرس. يعني لما نيجي نقول كده بنظره فلسفيه الكيدني متكونه منين؟ اساسها ايه؟ ميزانفيك داكت. طب اللي فنان منكم احنا قلنا الانبوبه دي او الكيس ده اسمه ايه؟ كلواكا. ده جزء الاخير من هايند جات. اندوديرم ولا ميزوديرم ولا اكتوديرم؟ الهايند جات الجات كلها زي ما انتم عارفين اندوديرم. كلنا مركزين اندوديرم ده كلها اندوديرم. كلنا شايفه ده اندوديرم معايا؟ تعالوا نطبق ده على اللي هنا. ده مين؟ ميزانفيك داكت هيخش كده. وده الناحية التانية معايا يا شباب؟ عملنا مين؟ ترايجون. اللي أنت شايفها دي اللي هي البلادر. معايا؟ عبارة عن إيه؟ لايننج. اندوديرم. والألانتويز جزء منها اندوديرم. لكن ما بقية اللي أنت شايفه هنا ده مين ده؟ الترايجون نوعه إيه؟ ميزوديرم ولا اندوديرم؟ ميزوديرم. طب اليوريتر؟ ميزوديرم. اللي خد هيستولوجي of the bladder خدتوه لسه؟ أخدتوه وخدته في الاناتومي. interior of the bladder البوستيريور of the bladder بيبقى فيه ترايجون حاجه ترايانجلر. كان يفرق ايه كجروسلي ومايكروسكوبيكلي؟ جروسلي يفرق ايه كلون عن بقيه البلادر؟ كان مور ريدش ومور لانه مور فاسكولار اند مور سنسيتيف. اكسبلين اون امبريولوجيكال بيز. ليه مور فاسكولار؟ لانه طالع من ميزوديرم والميزوديرم هو اللي بيعمل البلاد فيسلز. خلاص؟ وبما انه مور فاسكولار يبقى مور احمر مور ريدش. خلاص؟ يبقى لما ده سؤال فيري كومن اورال اكزام طبعا لما كان في لو في اورال في اليورينري سورسز اوف يورينري بلادر هتقول لي اكتو ميزو اندو. الاجابه اكتو ما فيش يبقى ايه؟ ميزوديرم اند اندوديرم. All lining of the bladder is endodermal in origin except
ده ترايجون. طب الترايجون السورس ايه؟ ابزوربد مين يا شباب؟ مسلفك ده. And explain, justify the reddish color of the. أنا عاوزين نتحكم anatomy كمان. Justify the reddish color of the posterior wall of the bladder or trigone is due to its mesodermal origin and the mesoderm form the blood vessels. خلاص خلاص معايا شباب؟ يبقى دي كده اللي هي ايه؟ تاني معايا احنا قلنا دي اسمها ايه؟ كل واحد والأنبوبة دي مين؟ ألان تويس. اللي منكم شاطر وفنان دي كل واحد دي هتبقى البلادر. الالنتويز ده هيبقى جزء ماسك في البلادر، اخدته امس في المحاضره او في اللاب. يعني البلادر كده بيبقى طالع منها حاجه انبوبه واصله للسره. الانبوبه دي اسمها الالنتويز او يسموها يوريكاس. الانبوبه دي ماسكه في البلادر، البلادر من فوق حته اسمها الايبكس صح. الانبوبه دي فينا كادلت موجوده؟ لا، بيحصل لها فيبروزز وتتحول الى ليجمنت اسمه ايه؟ ذا ميديان امبيليكال ليجمنت. يبقى الميديان امبيليكال ليجمنت كان اصلا اسمه ايه؟ الانتويس او بالقوسين يوريكس. وده اندو ولا ميزو ولا اكتو؟ هو زي الكلواك اندو ديرم. كل البلادر اندو ديرم اكسبت ترايجون. الله يفتح عليك. تعالوا نشوف بس كده في النوم كده هنقول الكلام ده تاني بس هي بسرعه اصلا. بصوا يا شباب عندي دي كده الكلواكه وكلوز باي كلواكا الممبرين وطلع منها الصوص الشيب اللي هو مين؟ الانتويس. لسه ما فيش ميزونيفيك داكت. هيحصل ايه؟ ميزونيفيك داكت هيعمل لها جويننج. تبقى جويند. ممتاز. بص بقى عندي يلا دي اللي انا شايفها ميزونيفيك داكت. معايا؟ بقت ابزوربد على البوستيريور اوف ذا بلادر. دي بلادر. الجزء ده اللي هو مين بقى؟ ترايجون. معايا يا شباب؟ وده بقيه الميزونيفيك ده الميزونيفيك داكت هنا. سؤال بقى فني معلش فنون تاني صح. دي الكلواكة اصلا قبل ما يحصل ايه راح الانتويس. دي الكلواكة قبل ما يخش ميزانيفيك داكت دخل فيها ميزانيفيك داكت دخل فيها اثنين طبعا واحد يمين واحد يسار. الكلواكة دلوقتي بقت اسمها بقت مقسومه الى جزئين. ايه الجزئين؟ اباف ذا انترنس اباف الليفل بتاع الانترنس بقى ليها اسم وبيلو ذا انترنس ليها اسم. ماشي انا شايف في لونين هنا. اللي above the entrance ليها اسم اسمها بحرف الفي فيزايكو يوريثرال كانال. الجزء ده اللي ضبط بالازرق. below the entrance بيسموها primitive urogenital sinus او على بعض مبدئيا definitive urogenital sinus متقسم definitive. يعني دي على بعض اللي انا شايفها اسمها كان ايه؟ كلواكا. كلواكا معناها ايه؟ مجمع urinary system digestive system genital system. طيب لما اخش الميزونيفيك داكت خلاص انا هقسم بقى في جزء يوريناري جزء جينيتال وجزء ديجستيف. لما اخش الداكت هسمي اللي انا قدام دي على بعض بريماتيف كلها على بعض يوريجينال ساينس كل دي على بعض بريماتيف يوريجينال ساينس كلها. ما بنقولش عليها كلواك بنسميها دلوقتي ايه؟ الستيج بريماتيف يوريجينال ساينس. لما دخلت الداكت قسمناها الى جزئين. الجزء اللي اباف الانترنس بقى يسموه بحرف الفي فيزايكو يوريثرال كانال وده يسموه ديفينيتيف يوريجينال ساينس. كلهم اجزاء منين؟ من الـ من الـ من البريماتيف يوريجينال ساينس. فبص معايا في حاجه اسمها بريماتيف يوريجينال ساينس اللي هو الكيس الوقتي اللي هو الجزء الامامي من الكلواك اللي انا شايفه ده كله على بعضه بقى جزئين. دي اتاتشمنت اوف ميزونيفيك داكت اللي انا شايفه. الجزء الاباف ات بقى يسموه ايه؟ فيزايكو يوريثرا كانال اللي هو اللون ده يا شباب. واللي بلو ده اتاتشمنت بقى اسمه ايه؟ ديفينيتيف. يعني البريماتيف دي تشمل واحد زائد ده. معايا يا شباب ولا لا؟ تشمل ايه؟ فيزايكوريثرال اند ديفينيتيف. الفيزايكوريثرال كانال اللي انت شايفها هتعمل ايه كاستراكشر؟ تعمل لك مين؟ يورينا بلادر اكسبت ترايجون لان احنا الترايجون طالع من الميزونيفيك داكت صح؟ يطلع منها الايبكس اتاتشد لمين؟ مين ده يا شباب؟ الانتويس. وبعدين سميناها فيزايكو يوريثرا. فيزايكو يعني بلادر. بتروح تعمل لك اليوريثرا. اي يوريثرا؟ كل اليوريثرا في الفيميل. بس الميل يوريثرا كام بارت يا شباب؟ اربعه. اسمهم ايه؟ بري بروستاتيك بروستاتيك ممبرينس بينايل او سبونجي. تروح تعمل لك الابر بارت واليوريثرا في الميل اللي هي بري بروستاتيك والابر بارت من البروستاتيك. خلاص تاني كل على بعض الرسمه دي اسمها ايه؟ بريماتيف يوريجينال ساينس اللي هي الجزء الامامي من الكلواكه.
هنقسمها بالانترس اوف ميزونيفريك داكت ان تو بارتس، ميزايكوريترال كانال اند ديفينيتيف جينال ساينس. سيبك من ديفينيتيف، خلينا في الميزايكوريترال. تعمل بلادر وريثرا، تعمل لي ايه؟ تعمل لي كل البلادر ما عدا ترايجون ده ميزدر. تعمل لي الايبكس اتاش للالانتايس، تعمل لي ايه؟ ميزايكوريترال. تعمل لك اليوريثرا في الفيميل كامله، والابر بارت من اليوريثرا في الميل اللي هي بري بروستاتيك، والابر بارت من البروستاتيك. فاضل ايه من اليوريثرا عشان تكمل؟ احنا خلصنا ايه في اليوريثرا في الميل؟ بري بروستاتيك وابر بارت من البروستاتيك. ده محتاج مين؟ لوور بارت من البروستاتيك اند ممبرينس اند سبونج. ده يعملهم الجزء اللي اسمه ديفينيتيف. عايش بقى؟ يعني اليوريثرا كده شيرد باي جزئين، الجزء الابر طالع منين؟ ريزايكوريترال، واللور بالديفينيتيف. الديفينيتيف ده احنا قسمه لجزئين، بلفيك وفالك. فالك يعني ليه علاقه بالاريكشن، فالس يعنيها اريكشن. كنت هتتوقع انهي جزء يعمل البينايل بارت؟ بينايل مين يعمله؟ الفالك بارت. تعال نشوف بقى كده رسمه ثاني. بصوا يا شباب، احنا عندنا كده دي البلادر، دي كده البلادر، دي الفازايكوريترال كانال. الانبوبه دي الميزونيفريك داكت، خلاص احنا سمعنا دي الميزونيفريك داكت، دي البلادر. وده طلع مين هنا؟ الانتوس. ده اللي اسمه قلنا ايه؟ فازايكوريترال كانال. والجزء اللي تحت اسمه ديفيرد بيرينال ساينس. هنقسمه الى جزئين، يعني ده كله فازايكوريترال كانال. الجزء اللي فوق ده اسمه بلفيك، وده اسمه فاليك بارت. بص الرسمه دي قارنها بالرسمه دي. الفازايكوريترال كانال خلاص هي بلادر دي، خلاص معرفناها، وجزء من اليوريثرا. شايف الانبوبه دي اسمها ايه؟ ديفينيتيف اوريجينال ساينس. ليها بلفيك بارت وفاليك بارت. بص في الرسمه هنا حصل ايه؟ ده البلفيك بارت مكانه هنا، الفاليك بارت هنا حصل رابشر للممبرين. مين ده؟ طبعا ده البينس. هنقول رابشر يحصل ايه في الاخر. بص الرسم يلا، ها ريبيتيشن. ده مين ده؟ اسم الجزء ده ايه؟ فازايكو يوريثرال كانال. واللي تحت ديفينيتيف اوريجينال ساينس. لما اقول لك ده اهم حاجه، اللي فات ده يعني السلايدز اللي فاتت دي تو اندرستاند. هذاكر بقى مذاكره، فهمت من هنا بقى ديفلوبمنت اوف بلادر. يجي السؤال ايه؟ وات ار ذا سورسز اوف يورينري بلادر؟ الاجابه بتقول ايه؟ فازايكو يوريثرال كانال، ودي اندوديرمال اوريجين. الجزء الميزوديرم عباره عن ايه؟ اللي اسمه ترايجون. هتنسى ان شاء الله، ان شاء الله بحول الله هتنسى تقول الكلمه دي عندها. ده اسمه ايه؟ الانتويس. هيتنسي. انا عايز اسمع لما اقول لك سورسز ثلاث كلمات، واحد اثنين ثلاثه. الانتويس ده يعتبر جزء اكستنشن من الفازايكوريترال كانال، يسموه اسم ثاني يوريكس. فينا كادلت الفيت بتاعه ايه؟ فايبروز تو فورم ذا ميديان امبليكال ليجامنت. ده اهم سلايد شرحته اليوم. سورسز اوف يورينري بلادر، من الاخر ثلاث كلمات دي، الباقي ده كان كله للفهم. طب بص معايا بقى هنا الرسمه، ده كده اللي هو مكان الالانتويس او اليوريكس. ايه رقم واحد وايه رقم اثنين؟ رقم اثنين ده مكان الترايجون اللي هو نوعه ايه بقى؟ ميزدر. والباقي كله ايه؟ اندودر. بص رقم اثنين مين؟ ترايجون ميزدر، والباقي اندودر. وتلاقي حتى اللايننج بتاعه مختلف، ده سموث تقريبا وده فيه ريجولاريتيز. انت عندك قاعده في الهيستولوجي، لقيت فيه ستراكشر واحد فيه ديفرنت في اللايننج، يبقى ديفرنت امبريولوجيكال ارج. اي ستراكشر كده، اين الكنال؟ خدتوها في الدايجستيف، في ديفرنس في اللايننج، ما بين ستراتيفايد ترو ولا سودو ستراتيفايد ولا كولامنر حتى. طالما في ديفرنس يبقى ديفرنت امبريولوجيكال ارج. في انوماليز بقى، ايه الانوماليز؟ الانبوبه اللي احنا بنسميها يوريكس دي المفروض تحصلها فايبروزس. سام تايمز يحصلهاش فايبروزس، يسموها يوريكال ايه بقى؟ ابنورماليتيز. زي لو فضلت كلها اوبنت دي ساعتها يسموها يوريكال فيستولا. ما معنى فيستولا بالعربي؟ ناصور. ما معنى ناصور؟ تيوب كونكتنج تو كافيتيز. يعني دي كافيتي بلادر والبره كافيتي اللي في الشارع. دي يوريكال فيستولا، والمريض هيبقى مشكلته ايه؟ كومبلينت. باسنج يورين ثرو ذا امبليكس. خدتوا انومالي قريبه منها؟ مش باسنج يورين، باسنج ستول فروم ذا امبليكس. في سؤال في السيرجري يعني، والله هتسمعوا الكلام ده في السيرجري، يقول لك ديد يو اكزامين ذا امبليكس؟ يقول لي يس. واي اكزامين ذا امبليكس؟ لوك تو اني ديشارج. ايه الديشارج اللي ممكن يجي؟ بس لو في انفكشن، ستول او يورين. السؤال اللي بعده، طب يا ابني ايه اللي يخلي ستول يجي من ال بيرزيستنس لحاجه اسمها
اكسلنت ميكلز فيستولا اللي لحق قبل يكساك. طب لو طلع يورين بريزيستنس اوف اللي هو يوريكس، فضل يوريكس زي ما هو مفتوح. طب ايه الفرق بين يوريكا الفيستولا ويوريكا الساينس؟ ساينس الجزء البروكسيمال من اليوريكس فايبروزد عمل ليجمنت، اما الجزء الديستال بقى فضل اوبند. ماشي يعني قارن دي هنا اول ثرو اوبند، هنا بس الديستال. طب قارنها باللي قبلها هنا دي. ايه اللي حصل؟ يوريكا سيست الجزء البروكسيمال والديستال فايبروزد، فضل ايه؟ الميدل بارت بس. فدي كلها انوماليز بتاعت اليوريكس. كام على بلادر الانومال الثانيه دي كومن للاسف، اللي هي ايه؟ الطبيعي لما ربنا خلقنا كانش عندك ابدومينال وول ولا شيست وول ولا بلفيك وول فيوزد، كانوا سيبريت كده وبعدين حصل لهم فيوجن في الميد لاين زي القميص كده، تلبسه الزراير من النص جاكيت السوس تسحبها من هنا، نفس الكلام جسمك كان كده. ففي واحد مريض بقى ممكن البلادر عنده تتكون بس يحصل ديفيشنسي في الكلوجر بتاع انتيرو ما يقفلش، فالبلادر تبقى افضل مفتوحه، وكمان البلفيك وول ابدومينال وول ما يحصلوش فيوجن. تخيل يعني بلادر المفروض دي بلادر تقفل كده بعدين البلفيك وول، لا فضل كله مفتوح. فالمريض يبقى مشكلته ايه؟ ان البوستيريور ذا بلادر تبقى اكسبوز على السيرفس، يعني دي البوستيريور، وهنا دي فتحات اليوريترز دي اسمها اكتوبيا فيزايكي. اكتوبيك يعني حاجه بره مكانها، ده نسكتها ما لناش دخل بيها. اكتوبيا فيزايكي سام تايمز احنا في الامبريولوجي لا تاتي المصائب فراده، يبقى البيشنت لا عنده البلفيك وول ولا ابدومين اللحم ولا الشيست وول، فيبقى عنده الهارت اكسبوزد على السيرفس كمان، فيبقى عنده دبل انوماليز، واحده اسمها اكتوبيا فيزايكا والثانيه اكتوبيا كوردس. في كور يعني يعني تلاقي المريض كانه مفتوح كده. علاجه نظريا اهبل، يقول لك لا ما هو مفتوح خلي تسكر يا حبيبي، انت بتسكر ايه؟ تشو وفي بيدياتريك فيري لونج لينثي اوبريشن، في منهم ناس كتير قوي كانت يعني اطفال ما كانت ستاند اوبريشن. اخر انومالي ايه؟ سيبك من الجزء ده كده مش تبعنا. هنا انومالي دي هل هي ايه؟ الطبيعي ان انت ربنا خلق عندك دي الكلواكع كان كيس واحد على بعض مقفول، جزء يورينري وجينيتال وجزء دايجستيف. بيتكون سيبتم اسمه يورينتال سيبتم، خدوه في الدايجستيف، يقسمك دايجستيف لوحده يورينري وجينيتال لوحده. المفروض السيبتم ينزل لاسفل لحد هنا يا شباب، لحد البنيه الباضي. Sometimes يحصل فيلير ان هو ينزل اسفل. فايه اللي حصل؟ يعني ما حصلكش الكلواكه دي اللي هي العلبه دي، المفروض هيحصل لك يتكون سيبتم يقسمها لاجزاء، الجزء الامامي يورينري وجينيتال واللي ورا ايه؟ دايجستيف. Sometimes ما يحصلش الكومبليت سيبريشن، فالعلبه تبقى متصله من جوه ببعض. يعني هيبقى يحصل عندك ابنورمال كوميونيكيشن ما بين يورينري سيستم زي البلادر او اليوريثرا والدايجستيف سيستم، دي يسموها يورورectal فيستولا. مشكلة المريض ده ايه؟ هيجي بريزنتنج الطفل بايه البريزنتيشن؟ كومبلينت هنا يطلع ستول؟ هيطلع الستول هنا هيبقى ديفيكال، هيبقى عنده طبعا كونستيبيشن مفيش كده. علاجها ايه؟ يعني انت عندك ده مشكله ابنورماليتي، علاجها اجراحيه نعمل ايه؟ ده اولا هنقص ده كاتنج ذا فيستولا، وبعدين محشي لاج ميكانيزم اعمل له محشي اوصل له اكمل له الانال كانال تمام. لا يمكن كسيرجن هتعالج اي حاجه مش فاهمها اناتومو امبريولوجي، نو واي نو واي، لو مش متخيل رسمه ببالك مش ممكن. ديفلوبمنت اوف اريثرا اللي احنا قلناها، احنا قلنا اريثرا في المين غير الفيميل، اليوريثرا في المين في بري بروستاتيك بروستاتيك ممبرينس اند اسمها بيناين او سبونجي اريثرا. انت عندك اربع اجزاء، الفيميل واحده، طول الفيميل اريثرا قد ايه؟ 4 سم. اكسلنت. بص بقى عندك يلا تكرر يا علي بالشطار، الانبوب الجزء ده اسمه ايه؟ فيزايك اوريثرا كانال. عمل لي ايه تاني؟ بلادر ما عدا ترايجون ان شاء الله هيتمسك، برافو. ايه بيكس طلع منه الانتويز، وعمل جزء من يوريثرا في المين. هو عمل كل يوريثرا في الفيميل، لكن في المين عمل ايه؟ بري بروستاتيك والاذر هاف اوف بروستاتيك. يبقى ده اللي اسمه بي يو سي. ايه بي يو سي؟ اختصار ايه؟ فيزايك اوريثرا. ما تبقى من اليوريثرا اللي هو اسمه اللي هو هاف بروستاتيك ممبرينس اند بينايل يوريثرا يتعمل منين؟ من الديفينيتيف فيجنال ساينس. الديفينيتيف فيجنال ساينس اللي انا شايفه هنا
ده جزئين. جزء اسمه بيلفيك بارت اللي انا شايفه ده عمل لك ايه البيلفيك بارت؟ لو هاف بروستاتيك والممبرينس. فالس قلنا يعني اركشن يعمل لك مين؟ بينايل. بس خلي بالك هو يعمل لك انبوبه بينايل تقف لحد جلانس فينس. خدت عارفين جلانس اللي الحشم بالعربي راس القضيب. الجزء الاخير التيرمينال من اليوريثرا بيبقى اكتودير من اورجين ده الاكدسكن. يحصل له ايه؟ هما كانوا حاجه سوليد سيلز كده عايز انها تلحم مع الانبوبه دي. سيلز عايزها تبقى انبوبه لازم يحصل لها ايه؟ محشي لايك ميكانيزم كانالايزيشن واعمل لها فيوجن. نقوم نسال طيب سؤال وات ار ذا سورسز اوف يوريثرا؟ يلا اكتو ميزو اندو. اللي انا شايفه ده ايه نوع التشو؟ ده كله اندوديرم اكسلنت اكسبت تيرمينال بارت اللي هو في الجلانز فينس نوعه ايه؟ اكتوديرم. يبقى في سؤالين كومبليت ذا فولوينج. ذا لايننج اوف ذا رينال بلادر از توتالي بلادر اندوديرم اكسبت ترايجون. الترايجون اوريجين بتاعه ايه؟ مصدر منين؟ مصدر الليمفيك داكت. ذا لايننج اوف ذا يوريثرا از توتالي اندوديرم اكسبت التيرمينال بارت في جلانز فينس معمول منين؟ اكتوديرم. خلي بالك خد عندك قاعده اي تيوب في البادي عندك اي تيوب عايز تكتب شويه امبريولوجي عنها كانت في الاصل سوليد سيلز اي تيوب بعدين حصلها ايه؟ انها محشي لايك ميكانيزم يعني ديفلوبمنت اوف كومن بايل داكت اكيد كانت سوليد سيلز بعدين حصلها كاناليزيشن. اين الكنال؟ سوليد سيلز كاناليزيشن ريكتم مش انبوبه شغال يوريثرا فدي كل ما ثابته كان سوليد بعدين كاناليزيشن. مين تحفه يقول لي الحركه دي شبه ايه في الجست في السيستم في الديفلوبمنت؟ شبه الانال كانال. الانال كانال اللايننج بتاعها اندوديرم ما عدا التيرمينال بارت اسمه بروكتوديوم عباره عن ايه؟ اكتوديرم. وعايش بقى لا طب الدايجستيف سيستم الماوث كله اندوديرم ما عدا البيجنينج ستوموديوم اكتوديرم. ملاحظين ان حاجه مداخل ومخارج الجسم لازم اكتوديرم او تيوبس مش فاهمين يعني الدايجستيف سيستم مدخله ايه؟ ماوث مخرجه انس. لازم المخارج داخل وخارج اكتو. يورينال سيستم المخرج اليوريثرا الاخير ده اكتوديرم. ايه الحكم ان يبقى اللي بره اكسبوز على بره يبقى اكتو مش اندو؟ هل في الاكتو ميزه عن الاندو؟ اكيد صنع ربنا. ميزه في ايه؟ كهيستولوجي بقى ستراتيفايد سكويمس يعني ميني لايرز ريزيست فراكشن فلازم مدخل ومخرج يبقى اكتو. اللايننج اندو يستحمل يعني اضعف شويه وليه سكريتري فانكشن والكلام ده لكن في المداخل الخارجيه مش محتاج انت سكريتري فانكشن. معايا يا شباب؟ حاول تربط الامبريولوجي مع الهيستولوجي. طبعا لو احنا عندنا انف تايم في هنا اللايننج الهيستولوجي يتفهم من الامبريولوجي. الامبريولوجي يخدم الاثنين على فكره يعني هيستو اند انف. بص يا جماعه شباب دي البينايل يوريثرا ده البينس وده الجلانس فينس. دي اللي هي الجزء اللي اسمه بينايل يوريثرا كان سيبريت وده الاكتوديرم. بصوا الرسمه اللي بعدها حصل ايه؟ ادي المحشي لايك ميكانيزم كان السول سيلز بعدين كاناليزيشن. وركزوا معايا الجلد اللي بره اسمه بريبيوس برضو بدا يحصل شويه كاناليزيشن عشان يبقى جلد كده بنشيله في حاله اسمها ايه؟ سيركمسيجن. عارفين يا جماعه الرسمات الثلاثه دي؟ بس انا معيش البريبيوس يعني. في بقى حكايه البروستات والجلانز. انا عندي في الميل حاجه اسمها بروستات وبالب يوريثرا جلانز. بيحصل لهم ايه؟ الانبوبه بتاعتي مثلا اعتبر دي الانبوبه اللي هي يوريثرا اعتبر دي يوريثرا. عايز اعمل ابنها بروستد يقوم يحصل لها بادنج تبرعم يبقى ده بروستد. اطلع من ليفل معين منها جزء اللي اسمه بالبرترا جلاند. طب ده في الميل بتطلع كذا وكذا. في الفيميل اليوريثرا بتاعتها 4 سم محتاجه جلانز بتعمل فيها سكريشن. محتاجه نوعين من الجلانز اسمهم محتاجه فوق كده يوريثرا الجلانز ومحتاجه تحت عند الاوبننج عند الفاجينال اورفيس جلاند كده بحرف البي. خدوها في الاكزامينشن بتاع الفيميل جينر سيستم بص معاك لورا كده بحرف البي بارثولين جلاند. يعني ثواني البارثولين جلاند البالبوريثرا جلاند دي في الفيميل والبالبوريثرا الكوبر في الميل عباره عن اوت باوتشنج او بادنج من اليوريثرا. يبقى اللايننج ايه؟ اندو ولا ميز ولا اكتو؟ اندو ده لان بتعمل سكريشن وانت عايز الاندوديرم يعمل سكريشن. يبقى ده كده اللي هو ايه؟ ديفلوبمنت اوف يوريثرا. الف لي بقى الانوماليز دي خدناها العام الماضي اشهر تو انوماليز عارفين خدناها دي قبل كده. ايه المفروض اليوريثرا عباره عن ايه؟ ماشي جوه البينس وبعدين اليوريثرا كانت من تحت المفروض
البينس كده مفتوح من اسفل بعدين يقفل sometimes ما يعرفش يقفل وتفضل لك فتحه من تحت فتحه في اليوريثرا في فتحه في البينس من اسفل دي يسموها هايبوسبيديس فالمريض يبقى عنده اوبننج في اليوريثرا في البينس من اسفل يطلع منها يورين وsometimes بس مش مهم الميكانيزم يعني ان الاوبننج تبقى من فوق تبقى اسمها ابسبيديس اللي من تحت اسمه ايه ده اللور سيرفيس وفوق ابر سيرفيس يا ابي يا هايبوسبيديس ممكن تالف انومالي تانية الف بما انها قناه يعني شرط المكتوبين بما انها كانال وكانال دي بيحصل لها ايه او كانالايزيشن يعني يلا بتعمل تيوب قاعده عامه في اي تيوب فيلير اوف بروبر كانالايزيشن ما فيش محشي لايك ميكانيزم تعمل تو ليفلز من الانومالز يا لو ما عملتش كانالايزيشن خالص تبقى مقفوله اتريجيا لو عملت شويه كانالايزيشن وتقدر تباس يبقى اسمها ستينوزس يعني نحطها في اي تيوب كومن باي دكت انومالي يعني خدتها دايجست خلاص خلصناها قواعد عامه مش دي انبوبه خلاص طالما انبوبه يبقى كانالايزد فيلر اوف كانالايزيشن يبقى تو ليفلز ما فيش محشي خالص يبقى اتريجيا شويه محشي يبقى ستينوزس يعني في شويه ناروينج لو كومبليت ناروينج اتريجيا سلايت ناروينج ستينوز قصدي لو انت في امتحان نسيت ودوري انك تنسى في الامتحان انا عايز اعمل مهاره ان انا استنتج فاهم فاقدر الف يوريثرال ستراكشر يوريثرال ستينوز يوريثرال اتريجيا يعني دي يعتبر برضو ايه انوماليس اف يو لايك دي كده تجميع البريمس بيوستانس هنستعمل ايه ميل في ميل تجميع المسار قلنا اني كويشن اتفضل تعالوا قبل ما امشي كده وات ذس مش بيرفكت داكت واللي طالع منه ده يوريتريك بادن وده ميتانفريك كاب اتجاه البرث ازاي مزيف داكت ينزل داونوردز اند ميديالي عشان يعمل فيوجن مع بعض يعمل لك ترايجون بعدين ايه اللي يحصل في البد يبقى زي ما هو كده يأسند شيء كاري معاه مين الكيدنس الكيس ده قلنا اسمه كل واحد مرحله ما قبل دخول المزنف الدكت دخل بقى اسمه بريميتيف يوريجينال ساينس هنقسمه لجزئين الجزء الابر بحرف البي اسمه زايكوريترال كانال والجزء اللور ديفينيتيف يوريجينال ساينس الجزء الابر ده يعمل لك البلادر ما عدا ترايجون ويطلع منه الانتويس اما وبيطلع منه كمان جزء من اليوريثرا اما الجزء اللي تحت ده يعمل ما تبقى من اليوريثرا اكسبت التيرمينال بارت اللي هو الاورجن بتاعه عباره عن اكدر كل الكيس اللي انا شايفه ايه اللايننج بتاعه اندر الانابيب دي ايه نوعها مثل ذات